كيف احتفلت كتائب القسام بالعام الجديد. إنه منتصف الليل بتوقيت فلسطين، وابل من صواريخ القسام M90 يمطر سماء تل أبيب. ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن رسائل القسام لإسرائيل من خلال إطلاق تلك الصواريخ. فما هي عائلات صواريخ القسام ومداها؟ صاروخ القسام، قبل نحو 20 عاماً صنعت كتائب القسام أول صواريخها وأطلقت عليه اسم القسام، وبلغ مداه آنذاك 3 كيلومترات. يرمز إلى هذه الصواريخ بكيو، وتطورت من عام 2012 عندما بلغ مداها 20 كيلومتراً إلى 110 كيلومترات عام 2022. صاروخ سجيل S-55 دخل الخدمة عام 2014 خلال الحرب الثالثة على غزة، وتطور في عام 2017 ليصل مداه إلى 55 كيلومتراً قبل أن تصنع القسام أنواعاً أخرى من العائلة نفسها حتى عام 2018. صاروخ مقدمة M-90 صنعته القسام في عام 2022 وظهر بقوة خلال الحرب الأخيرة، يصل مداه إلى 90 كيلومتراً. ولهذا الصاروخ نسخة صدرت في العام 2012 تحت اسم M-75. صاروخ جعبري J-90 يصل مداه إلى 90 كيلومتراً، وأسسته القسام عام 2014 في عائلته J-80 الذي يصل مداه إلى 80 كيلومتراً. صاروخ عطار A-120 يصل مداه إلى 120 كيلومتراً، ومن عائلته A-80. صاروخ أبو شمالة SH دخل الخدمة عام 2017 ويبلغ مدى 80 كيلومتراً. صاروخ رانتيسي يبلغ أقصى مدى له 170 كيلومتراً، ويرمز له R-170 دخل الخدمة عام 2017 وفي عائلته R-160 سبقه ب3 أعوام. صاروخ عياش هو أطول الصواريخ مداً وأثقل رؤوسها وزناً، حيث يصل مداه إلى 250 كيلومتراً، ووزن رأس الحربة 250 كيلوغراماً.